أيها الإخوة الكرام والباقيات الصالحات. حينما قال والباقيات معنى ذلك أن المال والبنين شيء زائل، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ودقة الآية أن المال من دون بنين مشكلة كبيرة، وأن البنين من دون مال مشكلة أكبر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الله عز وجل حينما قال والباقيات الصالحات شرح زوال متع الدنيا. ما الباقيات الصالحات؟ قال بعض العلماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دقق، إن سبحته أي نزهته عن كل نقص ومجدته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، وإن عرفته صغر في عينك كل شيء. وما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء، بل أكبر مما عرفت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات.